سؤال، طالما أن الله سبحانه وتعالى رحيم، لماذا يسمح بوجود الشر في الدنيا والظلم والقتل والإرهاب؟ ليش في مجاعات تقتل فيها الملايين وحروب يشرد فيها الملايين؟ ليه الله سبحانه وتعالى بقدرته لا يمنع هذه الأمور ويمنع الشر من الدنيا؟ هذا السؤال عدم الإجابة عليه تسبب في إلحاد الكثير من الناس وفي تشتيت ذهن الكثير من المسلمين، ويسمى بمعضلة الشر. بعد مقتل عشرات الملايين من الناس في الحرب العالمية الأولى والثانية، كثير من الأوروبيين طرحوا هذا السؤال: أين الله في ظل هذه المآسي؟ طبعا هذا سؤال فلسفي عميق والإجابة عليه تطول، وححاول أني ألخص يعني ببساطة الإجابة عليه. خلاصة الإجابة على سؤال لماذا يوجد شر في الدنيا هو فكرة التضاد، فكرة أن الشيء لا يعرف إلا بضده، وبالتالي إذا أردنا أن يعرف الخير فلا يمكن أن يعرف بدون وجود الشر. مثال: لو ما في ظلم لا يمكن أن يفهم مبدأ العدل، لو ما في وساخة لا يمكن أن يفهم مبدأ النظافة، لو ما في ضعف لن تفهم القوة، لو ما في جوع لن يفهم الشبع، لو ما في ألم لن تفهم اللذة. كيف ممكن للصدقة أن تظهر اللي هي خير إذا لا يوجد فقر، إذا اعتبرنا أن الفقر شر وفي أحد محتاج إلى الصدقة؟ كيف ممكن لقيمة العفو أن تظهر إذا لا يوجد ظلم وبالتالي إنسان يعفو عمن ظلمه؟ كيف ممكن لقيمة الرحمة أن تظهر بدون وجود ضعف، فالإنسان يرحم الضعيف؟ وهكذا. لذلك نجد مثلا أن قمة المتعة عادة تأتي بعد قمة الألم، فقمة متعة الأكل تأتي بعد قمة ألم الجوع، وقمة متعة الشرب تأتي بعد قمة ألم العطش. قيم التضحية والصبر والرضا اللي ظهرت عند كثير من الناس في وسط معاناة الحروب في العالم العربي والإسلامي، لما نشوف ناس يضحوا بنفسهم بأوقاتهم علشان يرفعوا معاناة المظلومين، هذه القيم، قيم الخير، مستحيل كان أنها تظهر وتتجلى بدون وجود شر. والله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قيمة لم يعطها لغيره، وهي قيمة الحرية، وبالتالي فالإنسان عنده هذه الحرية لارتكاب الشرور. والله سبحانه وتعالى إذا منع الإنسان من ارتكاب الشر فقد منع حرية الإنسان، وإذا منع حرية الإنسان بطل العدل في محاسبته. السكينة موجودة والإنسان حر، إما أن يستخدم هذه السكين في الخير في الأكل، أو يستخدمها في الشر في القتل. وهذه الحرية هي قانون وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وبنى عليه كل المنظومة هذه اللي يحاسب على أساسها الإنسان. وبالتالي الإنسان في الجنة ممكن يستمتع، لأنه في الجنة الإنسان سيتذكر معاناته في الدنيا، وكلما تذكر كلما حمد الله. والإنسان لا يشعر بالنعمة إلا إذا فقدها، يعني إحنا الآن ما بنستشعر كل يوم نعمة التنفس، أنه كل ثانية إحنا بنتنفس، ولكن خلي الهواء ينقطع عنك 20 ثانية فقط وشوف الألم الذي سيحصل، وستستشعر وتذكر الخير الذي كنت فيه. فلولا شر انقطاع النفس عنك لما تذكرت واستشعرت النعمة حقة النفس والهواء. وهذا الشرح يوضح مبدأ الابتلاء، لما الله سبحانه وتعالى يبتلي عبد لأنه يحبه. كيف يعني؟ لأنه بهذا الابتلاء تظهر قيم الخير عند هذا الإنسان اللي ما كان ممكن أن تظهر وتتجلى بدون هذا الابتلاء، فيترقى. وطبعا ما ننسى مبدأ مهم جدا جدا في الإجابة على معضلة الشر هذه، وأيضا هذه إجابة جدا مهمة، وهي مبدأ العدل يوم القيامة. يعني الناس اللي ألحدوا بسبب مشكلة الشر هذه نسوا أن الآخرة فيها عدل، وهذا سر ضرورة الإيمان بالآخرة، أن الإيمان بالله لوحده لا يكفي، يجب أن تؤمن بالله واليوم الآخر. ليه؟ لأن اليوم الآخر يكمل لك المنظومة. مهما بلغ الظلم في الدنيا، المؤمن عنده يقين أنه هذا ظلم مؤقت، لأنه يوم القيامة في عدل. فإذا شفنا واحد ظلم الملايين وقصرنا نظرنا للدنيا حنقول ما في عدل، ولكن إذا تذكرنا أنه في يوم القيامة وفيه سيقف أمام الله ويحاسب، فهمنا أنه هذا الظلم وهذا الشر اللي موجود في الدنيا مؤقت، وسيتم القضاء عليه في الآخرة.
لذلك لا يمكن علاج معضلة الشر هذا وهذا التساؤل بدون الإيمان بيوم آخر والإيمان بعدل سيحصل في هذا اليوم. إذن الخلاصة 3 إجابات على معضلة الشر هذه. الإجابة الأولى أنه لا يمكن أن يعرف الخير بدون وجود الشر. الإجابة الثانية أنه الشر ضروري وحتمي ونتيجة للقيمة اللي ربنا أعطاها للإنسان وهي قيمة الحرية. الإجابة الثالثة أنه لا يوجد شر محض، ولكن أي شر يحصل في الدنيا فسيجازى بعدل الآخرة.